كرامة مختصة في الطبخ والحلويات اللي غادي نشوفوا معها شي وصفة هاد الصباح. لالا بشرى السلام عليكم. عليكم السلام سي عفيفة. اختي كي دايرة لاباس كلشي بخير؟ الله يبارك فيك، تحية ليك وتحية للعاملين إذاعة البيضاء وجميع المستمعين. الله يبارك فيك. إذن شنو كتقترحينا هاد الصباح لالا بشرى؟ عندي واحد غريبة بالطحين كتجي زوينة، كتجي بحال غريبة السميدة. إذن غادي نبداو بالمقادير إن شاء الله. نعم. المقادير عندنا لالا عفيفة ربع ديال الزبدة. نعم. ربعة البيضات. نعم. ربعة الخمارات. ربعة سنيدة. نعم. كاس ديال الزيت. جوج لافاني. نعم. وبرتقالة محكوكة. طحين حسب الخليط. عندنا اللوز الزين، عندنا اللوز مقسم على النص. زين غنديرو. نعم، شحال تقريبا لابوشا؟ غادي نشريو هو 5 دراهم. نعم. ديال اللوز، نعم. ندوزو الطريقة. غادي نعاودو المقادير إذا كان ممكن لابوشا. مرحبا. نعم. مرحبا. ربع ديال الزبدة. نعم. ربعة البيضات. نعم. ربعة الخمارات. نعم. ربعة السنيدة. نعم. كاس الزيت. نعم. كاس الزيت ديال العنبة. نعم. برتقالة محكوكة حكاكة رقيقة. نعم. جوج لاباني. نعم. طحين حسب الخليط. واحد 5 دراهم ديال اللوز زين نقسمو اللوزة على جوج من الجهة ديال الطول. نعم. غادي ندوزو الطريقة. نعم. غادي ناخدو الزبدة بعدا السنيدة نحكو نديرو مزيان قطرية حتى كتولي بالكم بالكم حتى كتولي على شكل كريمة. نعم، خمس قيرة. نعم. إيه، من بعد غادي نزيدو دوك ربعة البيضات، واحد القرصة ديال الملحة. نعم. ديك البرتقالة المحكوكة، جوج لاباني، وحنا كنحكو بيدينا ديما نخلطو بيدينا بالكف ولي على كلشي على شكل كريمة. نعم. من بعد عاد كنزيدو هذاك الزيت حتى كدوب لينا السنيدة مزيان وداك الشيء، عاد كنزيدو الزيت. نعم. نزيدو الزيت. ومن بعد كنزيدو الطحين حسب الخليط وحنا كنخلطو. نعم. الطحين كيكون مغرب لجوج مرات باش كتجينا الحلوة خفيفة، من بعد كنزيدو دوك الخمارات. نعم. وكنخلطو كيكون الخليط مرحوب. نعم. كنديرو كويرات صغار. ما غاديش نخليو العجينة ترتاح شي شوية لالا بوشا؟ لا، غير على ما غير وجدناها على ما ندهنو لاطاط داكشي ونديرو كترتاح شوية. نعم. من بعد كنديرو كويرات صغار. نعم. كنفندو ليهم الوجه ديالهم في كلاصي. بلاصتي يكون مغربل. من بعد كناخدو داك اللوزات اللي قلت لك، اللوز كنقسمو اللوزة على الطول ديالها. نعم. وكنبداو نديرو نغرسو اللوزة، نغرسوها شوية مزيان باش ملي كدا تنفخ هاديك غريبة اللوزة كتبقى ما كطيحش. نعم. كتخرج برا كاع. نعم. كنشدو اللوزة مرة كنديروها وجهها بيض، مرة كنديرو الوجه ديالها ديال اللوز العادي. نعم. قهوي، مرة بيض مرة قهوي، كتجينا مشكلة كيجي ديكور مزيان. نعم. كندخلوها الطيب. نعم. كندخلوها الطيب في الفران الفوق، من بعد كنخرجوها نخليوها حتى كتبرد وكنديروها في واحد البواطات. ما نكرموهاش بزاف عاوتاني، يعني ما كاملش واحد راه غادي نشوفوها تنفخات وداكشي. نعم. صافي كنهبطوها، ماشي كنحمرو لها وجهها، وجهها كيبقى بيض زوين. نعم. كتبان بحال ديال السميده. إذا البوطا غتكون خفيفه. ما غتكونش مجهده. لا، البوطا خفيفه بحال الطياب ديال الحلوه عادي. نعم. ديال صابلي ديال داكشي بحال هكا غريبه كطيب. نعم. تبارك الله عليك الله بوشا. الله يبارك فيك، الله يطول عمرك. واش عندك نصيحه للمستمعين لابوشا؟ عندي نصيحه، عندنا الدجاج الا بغينا نسحوه. نعم. ملي كنسحو داكشي كندوزو عليه واحد ديك ليفاموس، ما كنلوحوهاش. نعم. كندوزو بها الجاج كيرجع يلمع، ما كتبقى لا لاطراس ديال ما كيبقى لا لاطراس ديال الجورنال لا حتى شي حاجه. لي باموس بوحدهم؟ نعم. كنكونو مسحنا في الاول، غير لي باموس في الاخر كندوزو على الجاج كيرجع يلمع. تبارك الله عليك الله بوشا. الله يبارك فيك. إذن وصلنا إلى نهاية فقرة ديال الطبخ، ونرجعوا مع بقية فقرات برنامج صباح البيضاء.